شباب لا تنسون الشحن من متجر فاكس، اوكي؟ الرابط راح تلاقونه في وصف الفيديو بالاضافة الى التعليق المثبت. اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اوكي، اليوم جبت لكم لعبة جديدة يا شباب، اكيد انه راح نشاركها معكم كاول تجربه واول مراجعه لهذه اللعبه، ولو انه انا جربت حساب اول وحساب ثاني، بس ما يخالف راح اعطيكم السبب باذن الله في هذا المقطع ليش جربت الحساب الاول وجربت حساب ثاني. يعني عادي ما يخالف انك تسجل دخول على سواء على حسابك فيسبوك او على جوجل او يعني على جيميل اقصد، او حتى ان كان حساب ضيف عادي ما يخالف، لكن حتى نكون ايضا واضحين يا شباب، اللعبه الى الحين يعني في بعض الدول هي مش متوفره عليها على متجر جوجل بلاي، فلهذا راح اخلي لكم ايضا رابط تحميل في وصف الفيديو فقط فضلا وليس امرا، اكيد تتجاوز يعني الاعلان وتحملها بشكل عادي وطبيعي. حجم اللعبه، اذا نتكلم ايضا عن حجم اللعبه، هو اكثر من 1 جيجا اوكي اثناء التحميل. بعد فتح اللعبه يعني اكيد انه ما راح ياخذ منك ايضا شيء كثير، اقصى شيء راح تكون معك جيجا ونصف تقريبا. تفاصيل اللعبة، تذكرون يعني اللعبة اللي كنت أنشر سابقا اللي كانت تخص النسخة الصينية اللي كانت من شركة تنسنت، لكن ديك بعالم مفتوح كبير بصراحة، حجم ديك اللعبة أكثر من 8 جيجا، لكن هذه أصغر يعني بصراحة، ف يعني ما راح تكون كل التفاصيل ديك اللي موجودة في تلك اللعبة موجودة في هذه اللعبة، ولكن بشكل عام يعني كأول إصدار فأعتبرها يعني اوكي زين بصراحه، راح تشاهدون يعني حتى فيما يخص جوده اللعبه لما تدخل اكيد انك راح تختار احدى الشخصيات اللي انت تريد تلعب بها سواء كانت ولد او شخصيه بنت، يعني راح نشاهد التفاصيل اللي نتوفر عليها. زي ما تلاحظون هذه الشخصيه ايضا شخصيه بنت، تختار، المهم تختار الشخصيه بكيفك، الشخصيه كوستمايزيبل ايضا، يعني يمكن تعدل عليها سواء على الاعين، الرموش، الانف، الفم، شعر الشخصيه، تقريبا كل شيء، الميك اب، كل شيء يمكن تعدل عليه، يعني الشخصيه تعدلها بكيفك حتى تدخل تلعب بها اوكي، تقريبا نفس نظام ببجي وغيره اوكي، بس هذه بتفاصيل اكثر اوكي. المهم هذا بعد ما تختار اكيد الشخصيه، وهذه زي ما تلاحظون يعني كل راح نستعرض لكم بعض زي ما تلاحظون، هذا فيما يخص شكل الشعر الشخصيه او حتى من ناحيه الوان ايضا، الالوان ايضا يمكن انك تختارها، هنا تصير بشكل ديفولت بس ما يخالف، احنا راح نختار هذا وراح نختار مثلا هذا، وبعدين لما تدخل مباشره راح تكتب اسمك اوكي، راح اكتب اسمي بهذا الشكل، ولو انه زي ما خبرتكم انا سويت حسابين بهذه اللعبه، لانه شباب في الجيم لما صورت تخرب معي التصوير، ليش؟ من برنامج التصوير، يعني صوت الجيم ما طلع لي وكان هو ممكن اهم شيء. في الجيم الثاني ايضا لما دخلت المره الثانيه وسجلت دخول وسويت اسمي وكل شيء ودخلت اللعبه عادي، كنت اريد ادخل الجيم ايضا ما تمكنت ادخل في المره الثانيه، ليش؟ لانه النت زفت يا شباب. فممكن باذن الله بكره اذا تريدون انشر لكم مقطع ثاني يخص اللعبه واستكمال للمقطع الاول او للمهمه الاولى، فاتركها باذن الله في التعليقات وسوف يتم الامر وننشر المقطع الثاني اوكي. فيما يخص روابط التحميل راح اخليها لكم ايضا في وصف الفيديو ايضا يا شباب. فيما يخص ايضا المهمات، ضروري انك تسوي اي استجواب باللون الاصفر اضغط عليه اوكي، لا تسيبه حتى من اجل انك تفتح معك المهمه وتدخل بشكل عادي وطبيعي اوكي. ايضا حتى الشخصيه عندها بعض الاسلحه وبعض الاغراض يعني اللي تخصها، فاكيد انك تطورها لانه الشخصيه ايضا متاحه للتطوير، فما راح اطول عليكم راح اترككم مع الجيم بلاي ونستكمل. صار اول مهمه هذه اوكي، ان شاء الله يا رب يطلع لنا الجرافيك زين بس للعبه، لانه بصراحه يعني زي ما شفت على المتجر جدا رهيبه، يعني اذا يكون نفس الجرافيك او نفس التصميم فا اوكي والله رهيب اوكي اوكي. نشوف بس الاعدادات، نشوف هذا السنسيتيفيتي اوكي، الموسيقى نسيها شوي، خلونا نشوف انا اريد الجرافيك، ايوه بالضبط، يلا تمام الحين
كل شيء زين والله. الجرافيك رهيب صراحة شباب، ها والله الجرافيك رهيب. ما في شيء تاني نشوف، بس نعدل شوي على الايم، يعني الحركة تضح لي شوي صعبة فما يخاف. المهم نحاول نعدل عليها شوي. هادو كنترول اوكي، للتحكم يعني كيف ممكن فيها انبوت اوكي. ما يهمنا احنا، مش فاهم شو راح نحارب. واو 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 واو، والله الحركه رهيبه يا اخي. ايوه الايم صعب، ضروري يتعدل عليها شوي. لا 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 سوي لا، اي القفزه والله تشبه فري فاير، بس معليش. اوكي هذا اول جيم، احنا مش عارفين يعني ايش اللي متواجد باللعبه، بس الظاهر اننا ممكن نحارب الزومبي، الله اعلم نحارب الزومبي. ايوه والله الحركه هذه رهيبه، الجرافيك رهيب والله. ما عجبتني الحركه هذه والقرا، مش عارف اذا الماب كبير راح تكون مهمات في مدن، مش عارف. اوكي خوده، بس وين وضع سلوى الخوده؟ يعني مقارنة بحجم اللعبة جدا رهيب الجرافيك، يعني حتى سلستها والله زينة. الشوتجن هذا، الشوتجن ابلع شباب، لا تواخذوني. ما اول جيم الايم بيض. ايوه شنو هذا؟ يعني حتى مش فاهم يعني ايش اللعبة فاتحة معي بهذا الشكل، يعني مش حتى الجهاز شاهده مش مكتمل، يعني الشاشة مش مكتملة. اوكي خلينا نعدل شوي. ما اعرف اوكي اتوقع كذا احسن، يلا نجرب الحين لانه يعني التحكم جاني صعب شوي ومش فاهم. يب خلونا نشوف فري فاير، والله القفزة فري فاير. واو سويتش للسلاح رهيب تمام، يعني تفاصيل الماب او تصميم الماب بشكل عام زين، يعني الحين احنا وضعناها على اعلى جودة، ف بصراحة اللعبة تتضح زينة. احنا مش فاهمين يعني ايش المهمات ولا كيف، هل هي عالم مفتوح؟ ماني فاهم بصراحة، لأنه يعني اللي شتو اللي يعني اللي طلعت عليه من اللعبة هو أنك تحارب الزومبي أو أي الأشياء اللي تطلع لك، وفي حلول لبعض الألغاز. هذا اللي طلعت عن أيوة، جانا الليل جانا الليل، يعني تقريبا زي ما خبرتكم نفس مضمون اللعبة الصينية ديك اللي من تطوير تنسنت، يعني اللي منتظرها بشغف بصراحة. اها هادو ناس، هادو مش زومبي. اوكي طلعوا لهم زومبي. اوكي سكيلز اوكي ايه يلا اوكي. لا يا اخي بس ما مانيش ميس. ايوه خلاص سوي ابلع. اوكي يلا سوينا زين. الحين راح ندخل. اوكي بس والله الجرافيك رهيب شباب صراحه، لو كانت لعبه باتل رويال كان احسن. ممكن في اطوار اخرى. ابلع شبيه وقف. ايوه واو الحين صار تحكم احسن. الحين صار تحكم احسن اخي. ايش فيهم متحمط؟ اصبر ايش فيك اصبر. او ايوه ابلع كيف. اوكي جانا النهار، يعني يمكن تواجه كل شيء بيوم واحد، بس هذول الاقرب انه ممكن يطلعون بالليل. اوكي اذا في وسائل ثانيه نقول والله ما اعرف. هذا اول جيم، اول جيم كاول مراجعه ما عندي فكره، بس والله بنفسي استكشف اشياء كتير
لكن حتى ما نطير في الفيديو شباب، ان شاء الله بعد اذا تريدون نصور. شنو هذا؟ واو شنو هذا؟ اها اتوقع هذه مرشده، الله اعلم. اوكي ايوه ليلى، والله يا اخي عفونا من هذا. خلاص يا اخي يا اخي يمشي. ايوه ميسيون اوكي، يعني الحين استكملنا المهمه الاولى فطلعت لنا هذه الشخصيه. اوكي والله ما مش عارف شباب، اعطوني تقييمكم انتم بصراحه للعبه الى الحين، اتوقع زينه. المهم اذا تريدون تفاصيل اخرى ومقطع ثاني اتركوها بالتعليقات، الحين راح اترككم لايكاسكم بس شباب. اوكي نلتقي في الشرح والحلقه القادمه بحول الله، اذا تريدون ننشر عنها او نشرحها اكثر. اوكي فايلا دوم تفاعلت لي واحد لا تبخلوا عليه بلايكاسكم ومشاركه المقطع وبس، سلام. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.